اما بالنسبه للاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله فهيكون في خبر حلو جدا للموظفين العاملين في الدوله. النهارده هيصدر قرار ترقيه للموظفين اللي اتموا المدد البينيه اللازمه للترقيه الى المستويات الوظيفيه الاعلى. كمان جامعه القاهره هتنظم مؤتمر دولي عن تحديات العمران المصري، ده غير انه النهارده في 3 مباريات مهمه في الجوله 22 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيصدر قرار بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة اللي أتموا المدد البينية اللازمة للترقية للمستويات الوظيفية الأعلى، وهيتم إتاحة موقع إلكتروني للاستعلام عن مدى أحقية الموظف في الترقية من عدمه. كمان النهاردة هتستضيف كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي للكلية بعنوان التخطيط الاحتوائي والعمران المرن. المؤتمر هيقدم أبحاث علمية وأفكار بتقدم حلول مبتكرة قابلة للتطبيق من خلال 41 بحث ما بين نشر دولي ونشر محلي. النهاردة برضو هتنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية ملتقى التوظيف لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية بمشاركة 23 شركة ومؤسسة تعمل في مجال السياحة والفنادق والمطاعم، وده هيكون في قاعة المتحف بمقر الكلية. الملتقى هدفه أنه يعرف الطلاب بنوعية المهارات والقدرات المطلوبة في سوق العمل وتقديم فرص للتدريب ورفع كفاءة الطلاب في سوق العمل السياحي. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 22 من عمر المسابقة. هيلتقي إسترن كامباني مع بيراميدز الساعة 7 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي الزمالك مع البنك الأهلي، والساعة 9:30 بالليل هيلتقي الأهلي مع غزل المحلة.